مشاهدينا خلينا كمان أخذكم لهذا الخبر، حيث نسمع دائما عن استخدام الداش كام وأهميتها لكل سائقي المركبات. وعلى الرغم من توفرها في العديد من البلدان حول العالم ولسنوات طويلة، إلا أنه شعبية الداش كام هي بالفعل في تزايد ملحوظ في المملكة، حيث وصل سوق العالمي لها إلى 17 مليار دولار، وهذا بعد دخولها للسوق السعودي خلال السنتين الماضية فقط. طبعا الحلو عندنا احنا في السعودية كل شيء يدخل عندنا في السعودية لازم ينجح نجاح باهر. يعني الداش كام زي ما انت قلتي يا رؤى في الخبر يمكن من زمان موجودة، بس لما صاروا النساء يسوقون السيارات كثر هذا الشيء، ولا قوة إلا بالله كل بيت فيه كم بنت، فكل البنات يركبون، غير كذا الأمهات عشان أطفالهم في السيارات مع السواويق يركبون، فهذا الشيء خلى الداش كام سمعته كمان تزيد أكثر وقت. أنا أحس إنه هذا بصراحة كمان من زيادة الوعي عندنا، يعني صار الواحد بيعرف إنه الداش كام زي ما قلتي هو لحماية ممكن للأطفال بيكونوا في السيارة، تحميكي أصلاً حتى مثلاً من حوادث الطريق والمفاجآت اللي ممكن تصير، استعمالها كدليل مثلاً لبعض المواقف اللي برضو ممكن إنه إحنا نواجهها في الخط أو في الشوارع وغيرها. فأنا يعني لو أبغى أصب إنه مدى أهمية هذا المنتج وكيف الناس بيستعملوه بهذه الطريقة، أرجع أقول للوعي، سبب الوعي. صحيح.